مرحبا معكم عمر وغيمس، كيف بكم؟ مقطع جديد. اليوم جاي بيكم لعبة كلاش رويال الحلقة الثانية، وشكرا للدعم. جاني 50 فيوز على المقطع ذاك، والله حماس. 50 فيوز وجاني بس في يوم 50 فيوز، تخيل. وان شاء الله يستمر فيوز، وناخد لوكات ووصل المقطع 5 لوكات او 6، وان شاء الله يكمل الدعم على السلسلة. ويلا انطلق اليوم نلعب جيم تاني، هنفتح في شيستس. لو عندي 800 اكتبولي في الكومنت اذا اشتري لب جاينت سكيلتون او لا، بلف اذا جبت فلوس. يب يلا انطلق. شوف حتى وليد حتى صوتي شوفه مسكون. اوكي هو انطلق الجيم. يب اوكي على طول الجيم. شكرا. ان شاء الله كان ايزي. بس اوكي حط بس حوالي ما نبغى كيف مرة يمشو؟ كيف مرة الله كيف لا 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 لا
طيب هذه مهم خسرنا، مهم خسرنا. يلا نلعب جيم تاني إذا مسكين قوي. يلا شكلي علقت اللعبة. أي أي أوكي ده. أوه شوفي شوفي شو صار، أنا مش فاهم ولا حاجة كنا. أوه شوفي أي حتى نشوفها. أي شكلي كملت هنا هنا. وات انا كنت اصل في اريا 2 اكبر. يلا والله شكلي دايخ. اوكي نبدو. اول حاجة خليه يتعبى. والله احتاج كروت جديدة، كروت من القوية. يا بابا هيك حيموت حيموت حيموت. يا كروت ما ادري ما ادري ما ادري. تمر كفو كفو كفو. نشوف اذا نفتح كل شست، اذا ما قدرنا نفتح خلاص الحلقة. والله نحسن نشوف الساعة كم اصور. هو شوف 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 لايك شوف 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 شوف. لا تضغط لايك وتفعل التنبيهات عشان تشوف كل مقطع تنزل لك. والسلام عليكم، باي.